هبه عامله ايه يا روح؟ وحشتيني قوي قوي. انا تاني. قولي لي بقى، كنت حاسه بايه وانت بتعرضي كده قدام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ يا بنتي ده انت واصله، ده انا نفسي اشوفه ومش عارفه ايه ده. ايه ده، انت ازاي كده ومش خايفه ومش عندكيش رهبه كده وجريئه وبترقصي وحافظه؟ قولي لي. ايوه عشان الحفلة في سيسي معايا في معاد الصلاة، وعبيدة الرخية بتاع مصر في معاد فيلم سيسي. يا حياتي، قولي لي، قعدتي اشتركتي في الاحتفالية بتاعة السنة 2021؟ اه. واشتركتي في مرتين قبل كده صح؟ كنت بشوفك على فكرة. سلمتي بقى على سيادة الرئيس؟ اه. يا روحي، قال لك ايه؟ أنا بحبك يا سيسي، سيسي بحبك أنا، واو كله بحبك هو قوي. ايوه، هو قال لك انا بحبكم قوي قوي قوي. أيوة. يا حبيبتي، هو بيحبكم قوي قوي قوي. قولي لي، ايه البطولات الجامده دي؟ كل دي بطولات؟ انا عايزه ميداليه واحده، ما حققتش ميداليه واحده. ايش بطولتك دي حياتي؟ انت بقى بتلعبي ايه قولي لي؟ عبيدي مسبحه وعدي بقوه بس. سباحه وقوه؟ أيوة. العاب قوه؟ انت بتجري بقى وجري مسافات طويله واخدتي بطولة جمهورية؟ وايه تاني؟ وبس. وبس. وايه شهادات التقدير الجامدة دي؟ حياتي، يتقدم الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة بأسمى آيات الشغل والتقدير للسيد هبة محمد صبري عامر محمد، المشاركة المتميزة في النسخة الثالثة لاحتفالية قادرون باختلاف التي أقيمت برعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يا بنتي، انتي بتعملي حاجه حلوه قوي، انا مبسوطه بيكي قوي. وايه رايك في الاغنيه اللي كانت بتتذاع بقى بتاعت شكرا ما تكفيش، حافظاها؟ اه. بتحبيها؟ شكرا 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 يا شكرا شكرا. لا، اللي هي الثانيه اللي هي احساس من القلب. نعم. اه عارفاها؟ عارفه.